بداية الأمر فكرت حالي جاي على الأمان، بس وقت اللي شفت هالشي عم يصير بولادي ما بعرف شو بدي لك. عندي بنت بالمدرسة، كونه نحن مسلمين بعد سنة تقريبا أو أكثر من جيتنا لهون كبرت يعني نضجت وحبت تحط على رأسها مثل أمها، يعني كمسلمين نحن نتفاجأ بالمدرسة بيقتلوها رفقاتها وبيشيلوا لها الحجاب وبيضربوها. بتمنى برجع بقول لك انه هالمعنيين يداروا الموضوع، يشوفوا كيف نحن نكون ما نحن مضطهدين بالبلد، ونحن بنحترم هالبلد وبنحترم بريطانيا وبنحترم الدولة اللي استضافتنا.